المطرب الشاب المتألق دائما احمد جمال، بقول لك مليون مبروك الجائزه النهارده، واحنا بنودع 2022 اكيد جائزه مهمه مش كده؟ طبعا جائزه مهمه، ودير جيست يعتبر يعني يمكن اهم جائزه حقيقه، استفتاء كبير، والواحد دايما حريص انه انا النهارده جاي من دبي طيران على الجائزه على طول، لانه تكريم مهم. والحقيقه تنظيم هايل، الاستاذ ماجد والاستاذ احمد حميد وكل الناس الحقيقه قائمين على الجائزه، ناس محترمه وحبايبنا وما نقدرش نتاخر. التكريم انا بعتبره يعني هديه في اخر كل سنه كده للمجهود اللي الواحد بيقدمه طول السنه، وان شاء الله دايما نبقى مع الجمهور بنقدم لهم الحاجات اللي بيحبوها. يعني عشان السنة اللي فاتت كانت سنة خير كده عليك وعملك الجميلة، يعني حققت نجاحات كتيرة، فتقول ايه عن ده؟ وايه اكتر اغنية حسيت ان هي لمست قوي مع الجمهور؟ يعني يمكن اكتر حاجة حسيت ان هي مختلفة شوية اغنية خطير خطير، عشان عملنا لوك جديد وعملنا مش معقول كده. مش معقول بقى. يعني اكتر حاجه حسيت ان هي مختلفه السنه دي اغنيه خطير خطير، لانه اللوك مختلف والموضوع مختلف. كان اول مره اتعاون مع الموزع جلال حمداوي، وطبعا كلامه لحن صديقي وحبيبي الشاعر والملحن الكبير عزيز الشافعي. ان شاء الله في تعاون تاني وتالت وعاشر مع عزيز الشافعي، وبنوعد الناس بحاجات حلوه. يعني لو قلنا مثلا هترفع شعار في 2023 هيكون شعارك ايه؟ مفيش نوم هنشتغل بس. يعني اقصد انه مفيش كسل، مفيش تضييع وقت. ان شاء الله 2023 هتبقى كلها شغل بس ان شاء الله. اخيرا لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج وليود الشرق، تقول لهم بقول لكل جمهور العراق وكل جمهور الشرقيه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم منورين، كل سنه واحنا دايما كده مع بعض، وسنه جديده وسعيده علينا وعليكم ان شاء الله.